نادي الزمالك الحالي عبارة أكثر من وعد التزام شعارا لها اعتباطيا أو بالصدفة، بل جاء بعد دراسة ومعاينة لأوضاع وهموم أعضاء القلعة البيضاء وضيقه من الوعود البراقة والأحلام البعيدة على مدار سنوات العذاب والجفاء. ولكن مرت الأيام والشهور وانضمت وعود عباس وقائمته إلى ما سبقها من وعود ظلت حبيسة أدراج المسؤولين في نادي الزمالك، حتى فقد الأعضاء الأمل في مستقبل أفضل لناديهم تحت قيادة القائمة الحديدية والتي يعتبر ضيفنا أحد عناصرها الأساسية. ظلت البنية التحتية كما هي دون تغيير، وبقيت أرض السادس من أكتوبر بعيدة تماما عن البناء والتعمير، وطفت المشاكل وتوالت القرارات دون دراسة أو تفكير. انفرط عقد القائمة وذهب كل طرف يبحث عن مشاكله بعيدا عن الطرف الآخر، ووجد المجلس نفسه في قفص الاتهام بعد أن وعد الناس بتحقيق كل الأحلام. تلاشت صور النصر والتحالف والتماسك التي غطت كل مكان في النادي، وحلت محلها مظاهر الفرقة والتحزب ليذهب كل منهم في واد، وفشلت محاولات الصلح واختفت أصوات الوحدة والتعاون، فلا حياة لمن تنادي. وتمنى الكثيرون أن تعود الأيام والشهور من جديد ليعيد كل منهم حساباته ويقف على مؤهلات من رشحه وإمكاناته، والكلام عام فليقصه كل منهم على ذاته. اهلا بيكم في السادسه مساء، بنرحب بضيفي وضيفكم المستشار احمد جلال ابراهيم. اهلا بيك. ازيك يا استاذ المستشار؟ عضو مجلس اداره نادي الزمالك. سمعت التقرير؟ طبعا. في شويه انتقادات جوه التقرير. في ارض 6 اكتوبر فين؟ التماسك ما عادش موجود بينكم، مفيش الروح اللي احنا شفناها في بدايه الانتخابات. مواضيع كتيره برضو وهنفتح، عندنا حاجات تانية كتير. اولا بقول لكم سنه طيبين طبعا، حضرتك طيب. الشهر الكريم حضرتك، كل المستمعين وكل الوسط الرياضي ونادي الزمالك خاصه. طبعا انا بنشكركم على الحلقه اللي عملتوها عشان فارس الزمن الجميل في المدرجات، الكابتن جورج سعد. احد فرسان الزمن الجميل، زي ما قلت في زمن جميل للكره في الملعب، ده كان زمن جميل في المدرجات والتشجيع. احد فرسان الكابتن جورج، فبنشكركم لانه ده حاجه جميله. لا، التقرير ده انا مش راضي عنه تماما. كويس. الحمد لله احنا قايمه دخلنا الانتخابات مع بعضينا، عندنا امال وعندنا طموح، جايين بعد عدم استقرار في مجالس كتير، مجالس ادارات. عندنا كل واحد فينا عنده حلم، وكلنا جمعنا الاحلام دي وبنحاول نطبقها. انما حضرتك وانت ما انتش بعيد عن الوسط، انت حضرتك بتتولى امور مؤسسه كبيره زي مؤسسه نادي الزمالك، يعني موارد، يعني استقرار، يعني احلام، يعني جمعيه عموميه بتطالبك على طول. حضرتك بتنتخب كمجلس اداره لمده 4 سنين، ليك جمعيه عموميه بتحاسبك كل سنه، انما في الاخر تقييم الجمعيه العموميه ليك بعد ال4 سنين، هل عملت الوعود ولا لا. الحمد لله احنا من اول يوم احنا في اجتماعات وفي مجهود، ومحدش فينا مجلس اداره كله، اذا المجلس المحترم اللي انا بتشرف بنتمي ليه، ما وفرش اي جهد عشان خاطر خدمه نادي الزمالك واعضائه. بالعكس، احنا ماشيين ضمن خطه، ضمن دراسه، بنمشي خطوه خطوه عشان نحقق احلامنا في كل المسارات، سواء الناحيه الاجتماعيه او الناحيه الرياضيه، ماشيين فيها بنحاول نحقق احلامنا. لو حضرتك عايز تستفيد حاجه حاجه ممكن نتكلم. لا، انا عايز سبتك تقول اللي انت عايزه كله، لكن عايز اقول خلينا نتكلم عن المشاريع. من حقك ان المشاريع تستنى 4 سنين وتتحاسب عليها بعد ال4 سنين، ارض 6 اكتوبر. لكن العلاقه بينكم وبين بعض، انا مختلف معاك ثانيه واحده. تمام. انا مختلف معاك، لان من اول يوم مين المتحدث الرسمي، مين مش المتحدث الرسمي. طب شيلها النهارده من اللواء صبري السراج، طب اديها النهارده للواء علاء مقلب، كل اللي هم مشتركين فيه انه ده لواء وده لواء. تمام. لكن النهارده مش عارفين، وبعدين تروح للواء علاء مقلب، نبص نلاقي اللواء صبري السراج يطلع في التلفزيون يصرح يتكلم، خناقه في مجلس الاداره، لان ازاي انت طلعت معهوش تفويض انه يطلع يتكلم على موضوع معين
مشاكل كلها. بالعكس انا الكلام ده كله ما بيحصلش على في الحقيقه. علاقه اعضاء مجلس اداره زملائي اكثر من محترمه واكثر من متفاهمه. قد يكون هناك اختلاف في وجهات نظر، وقد يكون كل واحد يعرض امر بصورته او وفق نظريته، انما في الاخر نحن بنلتزم بتماسك مجلس الاداره وبنلتزم بالقرار. بالنسبه لحضرتك اللي اتكلمت عليه المتحدث الرسمي، كلنا من اول يوم واحنا اخترنا سياده اللواء صبري سراج عضو مجلس اداره الاخ الفاضل ان هو المتحدث الرسمي، وفعلا هو الذي يتحدث ضمن سياسه مجلس اداره وقرارات مجلس اداره بتطلع. لكن ممكن حد فينا حضرتك تستضيفه حلقه وتساله على وجهه نظر معينه، لكن ابدا لا نتخطى الحدود. تمام. لكن النهارده انتوا شلتوا اللواء صبري سراج. بناء شلنا ليه؟ ما عشان برضه حضرتك لازم تسيبه كويس حضرتك سالني. بناء على اعتذار اللواء صبري سراج على ان يكون متحدث رسمي، نظرا للمجهود الشديد احنا حملنا اللواء صبري سراج اكتر من طاقته في هذه المرحله. على حد علمي لا أنا اجابه دبلوماسيه. لا مش اجابه دبلوماسيه، بالعكس انا بكلمك اهل مكه اضرب شعبها. كان سعيد جدا لا. بالمتحدث الرسمي بدليل انه ما زال يتحدث رسمي. اللي هو صبري سراج بيتحدث نتيجه يعني ان هو لا بالعكس والله هو ما فعلا ما زال بيتحدث رسمي. لا انا صادق فعلا هو فعلا اللي قدم اعتذار ان هو يكمل، ان هو كان مجهود شديد جدا عليه، وفعلا احنا معاصرين واحنا مش بعيد عن بعض. بالعكس احنا كل يوم يعتبر موجودين مع بعض، خصوصا انا نتيجه تواجدي كتير في النادي، فعلى طول مع اللواء صبري شايفه مجهود اكتر مما يحتمل كمتحدث رسمي، ويطلع يكلم هنا الصحفي وهنا صحفي ويتحدث في دي ويعيد تاني نفس الكلام. اللواء صبري عنده مجهود تاني بنستفيد بيه، لكن فعلا هو اللي قدم اعتذار، عشان كده تم تكليف اللواء علاء مقلد ان هو يكون المتحدث الرسمي. اللواء صبري سراج مشكورنا دلوقتي هو رئيس اللجنه المكلفه من نادي الزمالك او مجلس اداره في قضيه اللاعب جده، وهو اللي بيتولى الامور، عشان كده هو دايما حضرتك هتبص على التصريحات هو طالع بيتكلم في هذه القضيه فقط. طب ارض اكتوبر مش عايزين نقول ان انتوا نهيتوها، لكن هل بداتوها؟ بدانا حضرتك انا بكلمك عن نادي الزمالك كمؤسسه كموارد. قد تتعثر بعض الموارد في يوم من الايام، انما بترجع تاني وتنفرج الازمه. لينا خطه مدروسه ان نادي 6 اكتوبر هو الحلم بالنسبه لنا. احنا مش عايزين نتحرك في نادي 6 اكتوبر بطريقه عشوائيه، احنا بنبتدي نتحرك دلوقتي. طب حضرتك عارف ان احنا دخلنا مجلس اداره في خطوات ولا ما طبعا في خطوات، بس ايه هي عشان بس اولا الخطوات ان احنا تم عقد اجتماعات مكثفه مع المهندس حسين صبور، احدى رؤساء اكبر الانديه الاجتماعيه واحدى اكبر الاستشاريين موجود في مصر، مزبوط. وان شاء الله مع الدكتور مدحت الشاذلي الاستشاري العام لنادي الزمالك الزمالكاوي. هو مدحت الشاذلي الحمد لله طبعا وهو راجل بيشتغل ببلاش، هو بيشتغل مفروض يحب النادي. الاجتماعات دي احنا عايزين نبتدي من الحته اللي انتهى فيها حسين صبور. قعد معانا هذه الشخصيه المحترمه جدا وكثفنا اجتماعاتنا، وان شاء الله الفتره الجايه هتشهد بناء 6 اكتوبر. طيب في لجنه كوره عندكم ما فيهاش ابراهيم يوسف؟ لا، كان في لجنه موجوده اول ما ابتديناها ونتيجه لتولي بعض ليه دايما عضاء. كل ما نيجي نسمع يعني مثلا عندي خبر هنا شيكابالا مجلس الاداره يرفض بيع شيكابالا. تمام. وقعدتوا انتوا وقلتوا لا شيكابالا مش هيروح اندرلخت، مع ان دي فيها ادام مضى عقد هناك فيها مشكله ولازم تقعدوا تحلوها، لان الموضوع مش مع الدول، مع الكره الاوروبيه او اختراق عقود مع كور مع الناس الانديه الاوروبيه بيبقى فيها مشكله شويه، لانها بتروح دايما للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ما عندوش لوائح زي بتاعتنا. عنده لوائح ثانيه خالص. اعترض عليه اذا عنده لوائح ثانيه خالص. فمهم ان انتوا تحلوها. لا، فوجئت بان اللي بيقعد الاستاذ ممدوح عباس، الاستاذ عمرو الجنايني على فكره صديق شخصي ليا، الكابتن حازم امام، وانا طبعا ما فيش ابراهيم يوسف خالص. طب انا هقول لحضرتك على حاجه بس عشان ده غزال مصر ولاعيب. شوف حضرتك، وبعدين راجل بيدير وشرطه تمام. احنا ماشيين مبدا ادي العيش لخبازه. ما فيش اي حاجه متعلقه بالكره لا يتم عرضها ابدا على الكابتن ابراهيم يوسف او الكابتن حازم امام. بدليل موضوع شيكابالا، حضرتك في فتره تواجد الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي في رحله العلاج الاخيره حصل في فاكسات جت بعروض معينه لشيكابالا، اتعرضت على المهندس رؤوف جاسم نائب رئيس النادي بمبلغ معين وقابلين للتفاوض، عرضها علينا في مجلس الاداره وعدنا وجهات النظر، كلنا سكتنا عشان نسمع لوجهات النظر اصحاب الخبره في الكره الكابتن ابراهيم يوسف والكابتن حازم امام. وبناء على الكلام بتاع الكابتن ابراهيم وكلنا اقتنعنا بكلام ان الابقاء على شيكابالا هو اهميه لمصلحه فريق كره النادي الزمالك. بالعكس، ما فيش في التعاقدات
في اللجنه اللي كانت موجوده والكابتن حسام وابراهيم بيحطوا اللعيبه والاسماء، كابتن ابراهيم يوسف والكابتن حازم امام اول ناس موجودين. احنا عمرنا لما بنيجي حاجه متعلقه بكوره اول ناس بنسالهم الكابتن. طب ليه دايما الاخبار حازم امام عمرو الجنايني والصور عمرو الجنايني مع اللاعب العراقي وابراهيم مش موجود خالص؟ بالعكس ده كابتن، يعني الكابتن ابراهيم نفسه في بعض حاجات متعلقه بالمفاوضات، يعني قد اكون انا مثلا شاطر في حاجه لكن في مفاوضه معينه. بس النهارده بعد اذن حضرتك انا لاعب كوره هقعد مع لاعب كوره وانت رجل اعمال هتقعد مع لاعب كوره، مين يقنع مين؟ لعيب الكوره يقنع لعيب الكوره موجود ولا مين رئيس بعثه نادي الزمالك في سويسرا لكره القدم؟ مين؟ كابتن ابراهيم يوسف. ايوه تمام. طب انا ممكن احمد مشرح احمد جلال ابراهيم يطلع، لكن الكابتن ابراهيم يوسف لانه ايوه. لا البعثات دي، لا مش بعثات، البعثات دي مهمه، البعثات دي ما هياش شر البعثات ده تكليف. يعني انا متفق معاك، لكن يعني البعثات انا متفق ان ممكن يكون انتوا يا اما يعني اصل ليها ظروفها البعثات، وفي نفس الوقت الاختيار برضو بيبقى له ظروف. لا والله الاختيار بيبقى على حسب الاختيار المصطح. ماشي ابراهيم يوسف، لكن انا بتكلم على ال 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 المشوار. كل واحد كابتن مجدي كان زعلان شويه، زعل. هل حصل شرخ بينكم بعد الانتخابات بعد ما نجحت؟ لا لا ابدا، مش زي ابدا الناس متخيله. انا 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 في بعض الامور المعينه وجهه نظري كانت مختلفه جدا مع السيد ممدوح رئيس نادي الزمالك، لكن ابدا لم يخرج الموضوع عن نطاق الاحترام ونطاق الابوه ليا او نطاق الصداقه مع الزملاء. بالعكس احنا اهم حاجه متمسكين بيها هو مبدا مجلس الاداره، ان احنا كلنا في تماسك، وحتى لو انا في قرار كنت ليا وجهه نظر فيه وانا معترض عليه وفعلا بجد ده اللي بنمشي عليه، لو في قرار انا مش 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 موافق وجهه نظري، لكن بمجرد ما بيتاخد القرار بالاغلبيه كلنا بنتمسك اكيد القرار حتى طالع من احمد جلال، حتى بنحاول نوصل لمرحله دايما ان ما يبقاش في تصويت. بيبقى وجهات نظر بتتعرض وبناخد الاصلح لينا كلنا، وكلنا بندافع على القرار حتى لو ما كانش انا موافق عليه. غياب الاستاذ ممدوح عباس مأثر على اداره النادي؟ هو الاستاذ ممدوح عباس في رحله علاج. لكن هو في تواصل يا ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه، لكن هل ما هو سواء في رحله العلاج او غياب بمزاجه او اي حاجه قد يكون عدم وجوده في فتره احنا محتاجينه فيها، لكن هو الرجل في تواصل مستمر سواء مع اعضاء مجلس ادارته او مع نائب رئيس النادي بالتليفون، يعني بالتليفون. لا واول ما بيخلص رحله العلاج ما بيستناش انه يستريح، بمجرد ما بينهي رحله العلاج تاني يوم بتلاقيه موجود، حتى احنا بنشفق عليه ان هو يكون موجود بالسرعه دي. حتى في فترات علاج كانت ليه فتره اخيره من تاني يوم على طول بيبقى موجود بعد حتى العمليه اللي عملها، وعلى طول ما فيش يومين ثلاثه، رغم ان هو الدكتور نصحه بالراحه ان هو ما بيتاخرش. يعني انا دلوقتي هو موجود في النادي زمان بيدير شؤون النادي. هل تقسيمكم لعباسي وغير عباسي؟ مش مماليك احنا، لا نحن زملكاويه نسير على مبادئ الزملكاويه. لكن دايما لما بيجي رئيس نادي بيبقى له انصاره وله معارضينه، انت عباسي ولا مش عباسي؟ لا لا مش لا، احنا لا عباسيين ولا مش عباسيين، احنا مع نادي الزمالك ومع مجلس الاداره. اللي عايز الكلام ده هو دايما اللي عايز الفرقه مجلس الاداره. بالعكس انا قلت لحضرتك ايه من الاول، انا قد يكون في وجهه نظر مختلفه مع الاستاذ ممدوح، ممكن في موضوع ثاني ابقى موافق بيه. اللي عايز يمشي بالطريقه دي يبقى عايز يهد ويشق مجلس الاداره ويحصل انشقاق نادي الزمالك، ودي الحاجه الاخيره اللي عمرنا ما هنرضى بيها يا كابتن مجدي. طب انا هسال، انت اختلفت مع الاستاذ ممدوح عباس كم مره عشان اعرف الاجابه؟ لا افكر فيها بعد ما ناخد فاصل ونرجع مره ثانيه.